أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 20/8 للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: الطيران الحربي يقصف الضعين والطويشة والفاشر وسقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. الضعين صعب ماشي مش الطيران يضرب طيران البرهان قذب عليه قابرهن دول مواطنين ياكلهم وتفهم لا حول ولا قوة إلا بالله قتل المواطنين هنا ثلاثة قتلى. طيران يستهدف مدينة الضعين اليوم ويقوم بضرب مستشفى الضعين التعليمي، ويستهدف بالتحديد عنبر الباطنية رجال، ويستهدف عنبر النساء والتوليد ومركز غسيل الكلى. مركز صحي مسرهلة يضرب حاجة غريبة يا جماعة، هذا ما غيرنا فهمنا شنو هذا، لكن ده ما أصلا طيار بس ضرب شرق الفاجر ورجع جدرج الفاجر وطوال يتحرك مشى ثاني ما زهر نهائيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، طيران الحركة الإسلامية تضرب مدينة الطويشة، هذا الجسد سبحان الله ربنا يتقبلهم. الوفود الدولية المشاركة في جنيف تلتقي وفد الدعم السريع وتطلب فتح طريق القضارف مدني سنار. تم النقاش حول بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية إيصال المساعدات الإنسانية وكذلك إجراءات حماية المدنيين. وتتابعون أيضا مبادرة دارفور للعدالة والسلام تطالب بحظر الطيران على دارفور. على العالم أن يكون حريص يتخذ قرارات جادة لحظر الطيران في أسرع وقت ممكن، لأن حظر الطيران الآن بعض ضروري جدا جدا. وفي جولتنا أيضا فيضان غير مسبوق لخور بركة في ولاية البحر الأحمر وتهديد لطريق طوكر بورسودان. الخور ده جاب مبارد الساعة 10 كده جاب فيضان تقيل أول مرة يكون بهذه الصورة، ونهنا على مجرى الخور على ضفاف نور خور بركة على ضفاف الجنب الغربية. وفي شرق السودان أيضا الكوليرا تواصل انتشارها في محلية ود الحليو بولاية كسلة وتدخل قرى جديدة. طبعا الحالات في تزايد، المؤسف جدا انه يعني حالات الوفيات بدأت تزيد. كانت تلك ابرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا الى التفاصيل. راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي التابع للجيش ظهر اليوم على عدد من مدن دارفور. ونبدأ هذه الغارات بمدينة الضعين، حيث شن الطيران الحربي ظهر اليوم غارات على مدينة الضعين، واستهدف الطيران غصف عدد من المنشآت الصحية بالإضافة إلى السوق الكبير. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من المواطنين. المواطنين يا برهان، المواطنين يا لا إله إلا الله محمد رسول الله، دول مواطنين ياكلهم وتفهم صوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الضعين صعب ماشي مش الطيران يضرب طيران البرهان فلول قذب عليه قابرهن لما يشوفوا الحوية لا إله إلا الله محمد رسول الله سلامتكم. الناس الشغالين ما بيسعدوا قصة العربية جاية إن شاء الله تجي هسه دقيقة خلاص أمسكوني طيران مليش البرهان يأخذ سوق الضعين الكبير ولا شرق دارفور. لا حول ولا قوة إلا بالله قتل المواطنين هنا ثلاثة قتلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيران البرهان يستهدف مدينة الضعين اليوم ويقوم بضرب مستشفى الضعين التعليمي، ويستهدف بالتحديد عنبر الباطنية
رجال، ويستهدف عنبر النساء والتوليد ومركز غسيل الكلى. وللأسف الخسائر في الأرواح أغلبها من النساء ومن الأطفال والمرضى من الرجال، إضافة لأنه برضو الطيران استهدف السوق الكبير جوار المسجد الكبير، ويستهدف مدرسة الخنساء الأساسية للبنات. والمؤسف إنه يعني الطيران المواقع اللي استهدفها دي كلها مواقع حيوية ما فيها وجود للدعم السريع عشان هم يقوموا بضربها بحجة وجود الدعم السريع. دي مواقع فيها مواطنين وفيها مدنيين، ودي مراكز حيوية. يعني نحن كمواطنين والله وكشهود عيان بنناشد المجتمع الدولي بأنه بحظر الطيران على ولاية دارفور، والله وبنتمنى أنه الحرب دي يعني تنتهي والناس تلجأ للسلام وتحكم صوت العقل. وشكرا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، والتي تشهد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث شن الطيران الحربي صباح اليوم غارة جوية استهدفت عدد من المراكز الصحية، أدت إلى مقتل وسقوط العشرات من المدنيين. جولة السودان كانت هناك والتقت أحد الأطباء لمعرفة المزيد عن الأوضاع في مدينة الفاشر وعدد القتلى والجرحى. حوالي الساعة 11 ونص بالضبط، 11 صباحا، في طيران جاء كده ضرب اتجاه شرقي، شرق الفاشر، يعني ما مسافة ما بعيدة من الفاشر، يعني هتكون مسافة 10 شارع كده من الدفاع بتاع الفاشر. لف جمع من خارب كده، جا لف كده وجا طوالي، لف كده لف خارب جا طوالي كده، طلع دانتين لا قصد مركز صحي النصر، مركز صحي النصر. واحد ده وقع جوا بيت، في البيت بيت بيت بكري، بيت واحد اسمه بكري، والثاني وقع من الشارع. طبعا الشزايا كثيره شتتت جوا المركز، شتت شديد جوا المركز. والاصابات الحالات الجونة في المستشفى المتوفين كده ده اثنين، ده جو ده كده جو ما قلنا ولا اي حاجه، ما قلنا يجي كده منتهين. اما الباقيين الحالات مخطره، في كسور ل 13 والباقيين 15، هاي الباقيين 15 نفر الاصابات خفيفه، هاي ربنا يرفع البلاء. لكن حال خطير يعني في للمركز بالذات، يعني كل مره الثانيه يعني هنا ادانات، يعني محدث خطير للمركز. والطريقة الأصعب الكادي ثاني ما هيقدر يشتغل في المركز ده، يعني اللي إذا المشكلة ده يعني من وين، يعني حاجة نص الهلة، مركز نص الهلة، مركز صحي نص الهلة، يضرب حاجة غريبة يا جماعة، ذاته ما غير نفهم ليش ذاته. لكن ده ما أصلا طيار بس ضرب شرق الفاشر ورجع جيت ضرب جو الفاشر وطوال يتحرك مشى ثاني ما زهر نهائيا، هاي ولا في اشتباك قريب ولا في أي حاجة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة الطويشة بشمال دارفور، والتي شن فيها الطيران الحربي غارة جوية أدت إلى مقتل عدد من المواطنين وحرق عدد من المنازل. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من المواطنين. لا حول ولا قوة إلا بالله، طيران الحركة الإسلامية تضرب مدينة الطويشة، هذا الجسد سبحان الله، ربنا يتقبلهم إن شاء الله، ربنا يتقبلهم إن شاء الله. منزل السيد عبد الله سيلو الليلة يوم 19/8، سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، ربنا يتقبل الجرح إن شاء الله، إيه صور المراهيم إن شاء الله، ربنا يتقبلهم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في ردود الفعل
التي أصدرتها عدد من المنظمات والمبادرات التي تعمل في دارفور، حيث أصدرت مبادرة دارفور للعدالة والسلام بيان استنكرت فيه الهجمات التي يشنها الطيران الحربي على عدد من مدن وقرى دارفور، وطالبت مبادرة دارفور للعدالة والسلام بفرض حظر الطيران على دارفور. جولة السودان التقت مقرر مبادرة دارفور للعدالة والسلام الأستاذ أبو عبيدة برقوت للمزيد حول البيان الذي أصدرته المبادرة. هجمات الآن هي بقت هجمات متكررة لاحظتها، فيها نوع من الجنون، يعني العالم يجب أن ينتبه. الطلعات الجوية المتطرفة الآن تستهدف، ليست تستهدف مكان أو مواقع لتمركز قوات الدعم مثلا بيتسبرغ، بل هي الآن تحولت إلى استهداف مباشر للسكان، للمواطنين، لقرى على أساس سكاني، على أساس عرقي، على أساس جغرافي، ودي مشكلة كبيرة. الآن الهجمات الجنونية ارتكبها جيش السودان عبر طيران الحربي تشكل واحدة من إنذار كبير جدا بأن هؤلاء الناس لا يتورعوا في إبادة كل المناطق المأهولة بالسكان ويتبعون فيها الآن سياسة الأرض المحروقة. واحد، على العالم أن يكون حريص يتخذ قرارات جادة بحظر الطيران في أسرع وقت ممكن، لأن حظر الطيران الآن بات ضروري جدا جدا، وهي مسألة ملحة، لأن لو استمرت في ظرف أسبوع الآن أكثر من 15 قارة على مناطق مواطنين، أبرياء، مباني، سكان، أسواق، مستشفيات، مرافق عامة، دي تشكل واحدة من إنه هناك هؤلاء الناس فقدوا أعصابهم، وممكن إذا تحصلوا على أي أسلحة محرمة ممكن أن يستخدموها تجاه السكان، ويجب على العالم أن يراقب ذلك ويكون حريص جدا، وعليها أن يتخذ إجراءات عاجلة في مسألة حظر الطيران، وهي مسألة ملحة، لأن استمرار هذا القصف حيعيق بصورة مباشرة مسألة التفاهمات الكبيرة تمت الآن بخصوص المساعدات الإنسانية. الآن هناك مواطنين في مناطق مثلا في دارفور وكردفان والخرطوم والوسط يعيشون أوضاع مهددين بالمجاعة، مهددين بالموت، مهددين هذه الإغاثة إذا لن تصل لهؤلاء الناس سيموتوا في ظرف شهر كما للتقرير الأمم المتحدة. الناس يعيش وضع صعب، لذلك على العالم أن يتحرك بأسرع وقت ويقوم بعملية حظر الطيران، وهذه المسألة لا تريد مجاملة ولا تنتظر، لأن هي تتعلق بأرواح الناس وبإنقاذ هؤلاء السكان. مش المستشفيات وحدها، هم بيستهدفوا كل الخدمات في الضعين، يستهدفوا المستشفى كويس، عنبر الأطفال وعنبر ومركز غسيل الكلى وعنابر أخرى، هي كل الأجنحة تقدم خدمات في مستشفى الضعين. تم ضربها قبلها في مليط، أو أمس كان في مليط، استهدفوا محطة مياه مليط، وقبلها مستشفيات ومحطات، كل مراكز تقدم خدمات للسكان. هي مسألة بتاع التهجير، مسألة بتاع الغياب، مسألة بتاع إبادة غير مباشرة بالنسبة للسكان. وأنا أنا أنا ألفت انتباه العالم لحاجة مهمة جدا، هؤلاء الناس إذا امتلكوا أسلحة محرمة دوليا لا يتوانوا في استخدامها، سيستخدموها في اتجاه السكان. يجب على العالم أن يراقب هذه المسألة بصورة دقيقة جدا. هؤلاء الناس حيبيدوا تجمعات سكانية كبيرة في دارفور وكردفان والوسط، هؤلاء كل المناطق الآن الخارج سيطرتهم هي بالنسبة لهم أرض محروقة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى جنيف، حيث التقى وفد قوات الدعم السريع الوفود الدولية المشاركة وأطلعهم على عدد من النقاط المهمة التي تتعلق بفتح المسارات الإنسانية بجانب الاحتجاج على الضربات الجوية التي يشنها سلاح الطيران العسكري ضد المواطنين في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع، بالإضافة إلى مطالب أخرى. جولة السودان التقت المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع وعضو لجنة التفاوض محمد المختار. تم النقاش حول بعض الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك إجراءات حماية المدنيين، وأكدنا على أننا من طرف قوات الدعم ملتزمين بما كل نصت عليه المواثيق الدولية، وكذلك ملتزمين بما خرجت به مباحثات جنيف الأولى مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. كذلك تطرقنا إلى عملية ضرب الطيران المستمر للمدنيين في دارفور وأثرها المساعدات الإنسانية، وأكدنا على أن الجيش يعني ظل هدف القوافل الإنسانية، وكذلك استهدف الطرق التي يمكن أن توصل المساعدات الإنسانية، وبالتالي في ظل يعني استمرار قصف الطيران يمكن أن يؤثر ويعيق عملية إيصال المساعدات الإنسانية.
كذلك الناس اتطرقوا على عدم وجود الجيش أو مماطلة الجيش في الوصول إلى جنيف، واستوضحت تكلمنا مع الوساطة حول مدى حضور الجيش للمباحثات ومدى قبوله بإجراءات وقف إطلاق النار المؤقت التي يمكن أن تفضي إلى جلوس الأطراف السياسية ومناقشة الملف السياسي. كذلك تحدثنا مع الأطراف الدولية حول الانتهاكات التي ظل يعني يقوم بها الجيش في المناطق التي يسيطر عليها من استهداف المدنيين على أسس عرقية وجهوية، وكذلك بعض المضايقات التي تتم للمدنيين في مناطق سيطرة الجيش. كذلك تناولنا حول عدم التزام الجيش بما تم الاتفاق عليه في جدة، ونحن من جانبنا برضو ملتزمين بما تم التوقيع عليه في جدة، ونحن كذلك الطرف التي يمكن أن يستفيد من تنفيذ اتفاق جدة، لأن تنفيذ اتفاق جدة كله يتعلق بحماية المدينة وإيصال المساعدات الإنسانية. سيد المستشار، الآن يعني رغم جلوسكم اليوم مع الوساطة وكل المسهلين، إلا أن هنالك يعني غصف كثيف جدا يعني لعدد وتدمير لعدد المراكز الخدمية، المستشفيات، شنو التعليق وهل من خطوات ممكن تتخذوها عاجلة لإيقاف هذا الغصف المستمر؟ والله بكل أسف، بكل أسف يعني الطيران في ظل نحن وجودنا ونتناقش في فعاليات وقف إطلاقات مع الفاعلين الدوليين أو مع المجتمع الدولي، ظل الطيران يقوم بطلعات جوية، واليوم بالتحديد تم غصف مدينة الضغين وتم استهداف مستشفى الضغين، خلوا عدد كبير جدا من الضحايا، وكذلك تم استهداف محلية الطويشة ومحلية الحصحيصة وعدد من المناطق التي استهدفها الطيران. فبالتالي نحن طبعا قدمنا احتجاج واضح للوساطة وكذلك المراقبين، وتحدثنا عن أثر الطيران الكبير على المدنيين، وبالتالي الطيران الآن يستهدف المدنيين ويستهدف البنى التحتية وكذلك يستهدف منازل المدنيين وهدمها. وبالتالي بالنسبة لنا لدينا موقف من هذا التصعيد الذي نشهده، وفي حال تعنت الجيش ورغبته في استمرار الحرب. هل نتوقع يعني خطوات من المجتمع الدولي ومن المسهلين يعني انه مثلا ينادوا بفرض حظر الطيران في مناطق سيطرة الدعم السريع دارفور كردفان؟ من جانبنا طبعا قدمنا احتجاج رسمي وقدمنا خطاب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة وكذلك لمجلس الأمن الدولي، وكذلك طالبنا الوساطة بأن تتخذ إجراءات عاجلة حيال عمليات القصف الطيران في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم. وبالتالي نتوقع من المجتمع الدولي أن يرد فعل، لأنه لا يمكن أن يظل المجتمع الدولي يعني ساكت على هذه الفظائع التي ترتكب من قبل الجيش. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية البحر الأحمر والتي شهدت فيضان لخور بركة، فيضان غير مسبوق أدى إلى تدمير عدد من المنازل وتهديد الطرق الرئيسية خاصة طريق طوكر بورسودان. جولة السودان كانت هناك والتقت أحد المواطنين لمعرفة الآثار التي خلف فيضان خور بركة. راديو دبنجا. طبعا الموضوع كالآتي، الخور ده جاب مبارد الساعة 10 كده، جاء فيضان تقيل أول مرة يكون بهذه الصورة، ونهنا على مجرى الخور على ضفاف نور خور بركة على ضفاف الجنب الغربية، وبقى يفيد انت الخسارة الوحيدة اللي عملينا بس عندنا الناس بتاع القبائل ديل، الناس طبعا الرزق الوحيد يترزقوا فيه يقطعوا خشب يطلعوا قماين من الغابة، والشوال يبوه ب11,000 يستفيدوا منه عاكل ايش حقهم، عندهم شوالات فاضية وعندهم الواحد عنده 20 شوال 30 شوال 40 شوال يعني عاملة شالة منهم، والحاجة الثانية الكواريك والشوالات والحاجات الخاتينة ما هو شالة. الحمد لله ما في ضرر بنت الناس، ما في وفيات، ما في الحمد لله، هي حاجة الضرر الوحيد وقع على المنتجين بتاع ناس الفحم، الناس ديل بس دايرين منظمات خلي تعودهم عشان لانه عاكليشهم يعيشوا بأولاد حقهم، حتى الحمد لله يعني هم عندهم يعني ما خدتين شغالين رزق يوم بيوم، الفرار والكوريك والحاجات اللي استعملوها بهنا دي هنا، حتى بس الناس يساعدون لنا
أقل حاجة يدو كواريك ويدو فرارات ويدو عشان يستفيدوا يواصلوا العمل حقه. وشكرا بارك الله فيكم راديو تبنغا، شكرا جزيلا. ونختم جولة السودان اليوم من محلية ود الحليو بولاية كسلا، والتي تشهد انتشار كثيف للكوليرا وسط المواطنين وارتفاع الوفيات. جولة السودان كانت هناك والتقت أحد المواطنين لمعرفة المزيد عن الوضع الصحي في محلية ود الحليو والانتشار الكثيف الذي تشهده المحلية بالكوليرا. والله الآن الوضع مسيطر عليهم، لكن فيضان تقيل، بس الجسورات صامدة للآن، الجسورات صامدة لكن فيضان تقيل 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 مرة واحد. أيوة. أشكى بس بورا في بمنطقة اسمها دولابياي وخوج الدوير، لكن الحمد لله الجسورات كلها تمام تمام للآن، ما في أي هنا يعني. وجوه المدينة الوضع كيف؟ لا الوضع تمام، ما في موية جوه المدينة، برا كله تمام في الخلف الزراعة. والمخاوف شنو الآن؟ لأنه سمعت كلام إنه السيول دي لو استمرت حتؤدي ل يمكن تؤدي ل اتصل الطريق بتاع برسودان توكر. ايوه ده بيجي بوين حتى الحته اللي قاعد تجي بيها دي لو اتكسر الجسر بتاع خوج الدوير، وطبعا جت الربايه وخشت خوج الدوير وفي جسر كبير ده لو اتكسر اوان هتجي خاشه بالشارع اللي يوديك لبرسودان يجي بتوكر الجديده. ايوه لكن للان الحمد لله جسورات للأقسام ما في أي حاجة، لو في إن شاء الله نحن إن شاء الله بنديكم الخبر أول بأول يعني. وبالنسبة للطريق طوكر عقيق كيف؟ طوكر عقيق هنا الكوبري شغال للأن ما في أي فصل للكوبري، موية كثيرة دقة فوق مع الكوبري. الحمد لله للأن الطريق الناس متواصلة يعني ما انقطع لسه. طيب الجهود المفروض تتعمل شنو الآن يعني من الجهات الرسمية؟ والله الجهات الرسمية قبل كم يوم الوالي جزاه الله ألف خير جه هناك ووقف على الشغل، وفي آليات كثيرة الحمد لله جابوا آليات والناس واقفة ستاند باي يعني. الآن للآن الحمد لله الجهود الرسمية يعني مشرفة، والجهود الشعبية برضو ما شاء الله تبارك الله مشرفة، اشتغلوا بالشوالات اشتغلوا بالهناء والحمد لله الجسور كلها يعني الآن صامدة للآن. وبالنسبة للزراعة في الطوكر يعني المويه الكثيرة كيف مع الموسم يعني، هل هتكون إيجابية ولا كيف؟ والله إيجابية، لأنه في أراضي قبل كده ما شربت يعني لها سنتين ما شربت، الآن الشراب ما شاء الله تبارك الله من البحر الحجر كله يعني الطوكر كلها ما شاء الله أراضي الهناية كلها شاربة يعني. ولسه طبعا توكر أنت عارف أنه يعني الزراعة حقها زراعة تقليدية يعني نظام السلوكة يقول لها ما بالآليات بتاع الهناية بتاع التركترات وكده، فلسه الزراعة تبدأ من يوم 15/9 يعني الناس تبدأ الزراعة يوم 15/9 خلاص الخور ينزل والأرض شوية تنشف، وأصله يوم 15/9/20/9 الناس تبدأ تزرع، لسه ما ده ما زمن زراعة، ده الزمن اللي يجي فيه الخور كل مرة أوالي ولا من تروى يعني، لأنه طبعا توكر أرض طينية والزراعة زراعة تقليدية. طيب هل فرص للخسائر الأولية الآن في المناطق اللي وصلها فيضان توكر فيضان مع خور بركة؟ ما في خسائر لسه، خسائر أولية ما في. تمام. لا ما في. تمام. شكرا لك كثير. شكرا لك كثير. شكرا لك كثير. بانتشار الكوليرا في محلية ود الحليو بولاية كسلا، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل، إلى لقاء. طبعا الحالات في تزايد، المؤسف جدا إنه يعني حالات الوفيات
بدأت تزيد، ونطاق الانتشار للرقع الجغرافية في المحلية ماشي في تزايد. دخلت أكثر من قرية، من قرية الجيرة وقرية معلي وقرية عبودة، دي ظهرت كقرى موبوءة جديدة. في ذات الوقت يعني السلطات المحلية يعني بتضلل للرأي العام، تحديدا إدارة الصحة موسلا في السيد ياسين محمد علي. هذا التضليل يتمثل في أنه الكوادر الطبية مؤهلة تماما لصد هذا الوباء والحد منه، رغم تصريح وزير الصحة وإعلانه الاتحادي وإعلانه بأن المدينة أو الدولة إن دولة موبوءة بالكورونا بالكوليرا. في ذات الوقت برضو إنه في نقص حاد في الكوادر الصحية. الكوادر الصحية الآن على نطاق محلية عامة تعمل أكثر من فقط 4 ممرض يعملوا الوباء. والتضليل اللي أنا ذكرته إنه بحسب تصريحه لوكالات أنباء ولقنوات ومؤسسات عالمية صحفية عالمية سيد مدير إدارة الصحة، إنه توجد بالمحلية مركز حجر مركزي حجر صحي أو مركز عزلي، مركزين حجرتين عزل للوباء أو للمصابين. وفي الواقع إنه يوجد